في القصر الفخم أول ما طل على نيل الزمالك ده هتقدر تدخله وتقضي وقت جميل جواه بين أكتر من 200 ألف كتاب ومجلد في جميع المجالات، لأن القصر ده هو مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك ومتاح دخوله لأي حد، وتذكرة دخوله ب2 جنيه بس. تعال بهيرك وأقول لك تفاصيل أجمل خروجة معرفية ليك ولأولادك في واحدة من أكبر مكتبات مصر العامة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كده رضا. مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك من أهدى وأجمل الأماكن اللي ممكن تروحها بسهولة عن طريق المترو اللي هتاخده من أي حتة في القاهرة، وهتنزل محطة صفاء حجازي وخمس دقايق ماشي هتلاقي القصر الفخم قدامك، تحديدا في شارع محمد مظهر بالزمالك. بمجرد دخولك المكان هتشوف الفخامة في كل حاجة، وهتلاقي القصر المكون من 3 أدوار كان بتعيش فيه الأميرة سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل اللي حكم مصر وحولت قصرها ملتقى أدبي وفني، وكانت وصيتها أن القصر ده يتم استخدامه لأغراض ثقافية، وبالفعل تحول بعد وفاتها لمكتبة القاهرة الكبرى المتاح زيارته لكل الناس. يلا بقى احكي لك تفاصيل الزيارة للمكان ده اللي بمجرد دخول ليه بياخدوا البطاقة الشخصية وهتدفع تذكرة زيارة زي ما قلت لك ب2 جنيه بس، وحقيقي الناس هناك متعاونة جدا. كمان هتلاقي في القصر حديقتين، الأولى في مدخل القصر والتانية مطلة على النيل، وهنا بقى أنت لازم تروح وتشوف جمالها بنفسك لانهم حاطين مقاعد في الحديقه دي اطلالتها بالكامل على النيل بهواه وميته المريح للعين والنفسيه، وهتاخد هناك احلى صور. بمجرد دخولك القصر هتلاقي ريسبشن لسه محتفظ بجمال نقوشه وابوابه فخمه بجد، وهتنزل على القاعه الرئيسيه اللي فيها اكتر من 70% من الكتب والمجلدات ومتقسمه بشكل هايل وسلس، يعني هتلاقي كتب في التاريخ والديانات واللغات، كمان هتلاقي كتب في الادب والشعر والاداره والتجاره والقانون، كمان في مجلدات وكتب في علم النفس. بقول لك هتلاقي هناك درر بجد. والميز بقى اخصائي القاعدي هيساعدك لو محتاج اي كتاب ومش لاقيه هيجيبه لك، باكد عليك الناس هناك متعاونه فعلا. بس المهم والاهم حافظ على نظافه المكان وخد الكتاب اللي انت عاوزه، وفي كراسي مريحه قدامك اقرا في هدوء وانسى الدنيا. بالمناسبه الكتب هنا للاطلاع فقط، مفيش استعاره. كمان هتلاقي في المكان ورش لتعليم الحرف اليدويه والقص واللزق باستخدام مسدسات الشمع، ودي انشطه برسوم رمزيه قوي. تعال بقى اوريك قاعات الدور الثاني اللي هتطلعها بسلم قبها معمول على الطراز الكلاسيكي الرائع، فعلا السلم فخم قوي. لما تطلع فوق بتلاقي عدد من القاعات ابرزهم قاعه مركز معلومات القاهره ومصر اللي فيها كتب ومخطوطات نادره عن بلدنا وتاريخنا، وهتلاقي على سبيل المثال كتاب وصف مصر اللي سابته الحمله الفرنسيه لتفاصيل حياه المصريين زمان، كمان كتاب عن المومياوات الفرعونيه وتاريخ قناة السويس والمعاهدات التاريخية ومساجد ومتاحف مصر، وغيرها من الفروع اللي بتتكلم عن مصر وحضارتها والقاهرة وشوارعها وأمارات وسط البلد. كمان هتلاقي في نفس الدور ده قاعة الفنون الجميلة اللي فيها كتب في السينما والمسرح والتصوير والخط العربي. أهم حاجة في القاعة دي شبابيكها المطلة على النيل، يا ربي على الجمال ورسومات سقفها اللي هيخطف عينك بتفاصيل حقيقي وهم. تعال نطلع بسلم للدور الثالث اللي فيها قاعة لكتب العلوم التطبيقية زي الكيمياء والطب، والقاعة دي متقسمة لجزئين، واحد للكتب والتاني للطلاع، في غرفة دائرية مريحة قوي فيها 11 شباك بيعملوا طيار هوا، فعلا هتحس بتكييف طبيعي هايل. كمان في الدور الثالث روف للقعدات الشتوية، هتقدر تاخد الكتاب وتقعد في الهوا تقرأ في الكتب مع إطلالة روعة من فوق القصر، أظن مفيش أجمل من كده. وطول الجولة بتاعتك في القصر هتلاقي صور وخرايط وتحف تماثيل عن حضارة مصر. عاوز اطمنك وقولك هتلاقي كافيتيريا لو حابب تشرب حاجة في المكتبة، كمان في حمامات كويسة وفي كولدير للمية الساعة. تعال بقى نشوف قاعة الطفل اللي مكانها برا القصر وليها مدخل خاص، وهي قاعة كبيرة مكيفة وفيها انشطة مختلفة وكتب متخصصة للاطفال، كمان في انشطة ترفيهية زي الكمبيوتر والرسم والتلوين. بجد لو ابنك راح هناك هيتبسط قوي، وخليه يسيب الموبايل شوية ويمسك الكتب ويعيش تجربة غير حقيقي في شخصيته، لان الناس هناك متخصصة في التعامل مع الاطفال من سن 6 سنين حتى 15 سنة. المكتبة بتفتح كل يوم ما عدا الجمعة من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 2:30 الظهر، وحقيقي المكان كنز بجد لمحب القراءة والثقافة، ودي تجربة انا عشتها وقلت اعرفك عليها كخروجة جميلة وسهلة وسعرها رمزي جدا، حاول تجربها وحقيقي هتتبسط.